وفي مره اجوا اثنين لعند الشيخ علي قالوا له يا شيخي بدنا مقرئ تتفضل معنا. اتصل معهم واتفقوا على اساس انه يغدوه. مشوا فيه وطبيعي الشيخ علي مو عارفان وين اخذينه. نهايته قالوا له بروك هون يا شيخي واقرا لنا القران على روح والدنا. برك الشيخ علي وصار يقرا أرى 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 بعدين عطش وجاع. صاح عليهم يا ناس يا هو ما حدا رد. رجع صراخ عليهم لك يا جماعة وينكم ما حدا رد ترى الناس حاطينه وهربانين خلوه يرى وهربوا خرجوا ما حتى الآن بيحكي فيها نقول أولاد الحلال اللي شافوه ما كان حسد يرجع للجامع الكبير بس مقلب مرتب ايه بس ظريف هذا ظريف هلا اجي على بالو ياكل عشا بالبول كرشه كبير ايه ايه سيدي اسمعوا له بقى لمحسن يشوف عروسته ايه ما في مانع ان شاء الله يعني جاهزه تروح معنا لا هي جاهزه جاهزه بس شوف يا ابو محسن قدام شيخ قدري عم بقول هالفصل هاد أنا ما بسمح يتكرر مرة تانية أبداً أعوذ بالله أيوة حاج محسن ما بيعيدها إيه قوم ابني قوم قوم على أوضة البركة قوم تسمحوا لي الله معك يلا سيدي الشاب إلا ما يجهل يا شيخ أدري أنا عم بقول هيك يعني مشان ما تتكرر يا سيد كمال نحن ممنونين لطفك ومنعتذر منك بعدين مك ما قال الشيخ أدري ولد وجهل تفضل أهلا وسهلا يا ابني تفضل مساء الخير مساء الخيرات يا ميت السلامة هلي عم إذنكم أهلا وسهلا الله يسلمك تفضل الحمد لله على العافية الله يعافيك مبين صرت منيح اي والسعلي لا خفت كتير الحمد لله زكية انا جاي اخدك عالبيت بتروحي طيب رأسا فنجان قهوة بالأول؟ إيش علي؟ مثل ما بتكون